حزب الاستقلال افتقد أحد قياده ورموزه الأخ محمد الوفا رحمه الله، الذي لعب أدوار بارزة في تاريخ الحزب وفي تاريخ هذا الوطن، من خلال أولا وطنيته الكبيرة، من خلال تشبثه بتوابيت الأمة، من خلال كذلك تشبثه بالتعادل الاقتصادي والاجتماعي لحزب الاستقلال، وأكد ذلك في عدة محطات، في محطة العمل الجماعي في كعمدة مدينة مراكش، أو في محطة برلمانية كنائب برلماني الذي كان معروف بجرأته ودفاعه عن مصالح هذا الشعب، وكذلك كسفير صاحب الجلالة في عدة بلدان كبيرة وسفارات كبيرة، وكذلك بصفته وزيرا في حكومة صاحب الجلالة، ففي مجال التعليم أو في مجال الشؤون العامة، دائما مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار، وتابعته لخدمة هذا الوطن، وبقي وفيا لمبادئ الحزب، ووفيا كذلك للمشروع المجتمعي التعادلي الذي ندافع عنه، فرحمه الله الفقيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.